الذين هم على وشك الموت تريد إسرائيل قتلهم في هذا المجمع. هنا يتم إحصار الطبق على مجمع الشباب. لا أحد يستطيع التحرك في الساحات ولا حتى بين المباني ولا حتى تأمين نقل المرضى بين المباني. العناية المركزة هنا كما تلاحظون بدلا من It's situation is really getting tighter and tighter. It's very tough. It's very difficult. It's briefly, briefly that they are using us as a human shield here. We do nothing to the patients. They keep coming in the hospital, aggressive, you know, breaking everything and damaging everything within the hospital areas and departments. They are moving all around the hospital. They are bombing all around the hospital. And they are digging in many areas within the hospital. Again, the hospital has no oxygen bombs. We have no access to the main pharmacy, so we run out of all the medication. We can't provide anything to the patient. إذا الاستهداف مباشر لمبنى التخصصات، يتم إجلاء المرضى الذين تم إجلاءهم أصلاً من عناية. أصبحوا عرضة لأن يفقدوا حياتهم بسبب عدم وجود أجهزة الحياة، أجهزة التنفس الصناعي الخاصة بهم. نحن طبيب يحاول إنقاذ هذه الطفلة من خلال يعني الأكسجين بطريقة. انظروا إلى هذا القصف الذي استهدف يعني مكان تواجد المرضى، مكان تواجد الأطباء. فجر اليوم إلى قصف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هنا حتى قسم العناية المركزة، هؤلاء الأطفال الذين كانوا على الأجهزة، أجهزة دعم الحياة، أجهزة التنفس داخل قسم العناية المركزة.